unboxing. عصير. شوفوا لو حطيت سكر بودر. يا صباح الخير. شوفوا يا جماعة كمية الشحنات بعد ما رجعت من جدة. فعندي هنا تصويرات إعلانية. إيش عندي كمان؟ ترينديول طبعاً. في شحنة كمان وصلت من ترينديول فتحتها أمس على طول، ما وريتكم إيش فيها. هنا أكتر حاجة مرة متحمست لها لأنها إطارات كده، يعني ديكورات للجدر مرة حلوة. ودحين هفتحها معاكم. لا مو دحين والله، ممكن بعدين، ما أعرف حاليا فترة لسه خمول. تعالي يا حبيبي، إيش بتشوفي؟ تفتحي معايا؟ ما نفتحه دحين، أوكي بعدين. فكلها إن شاء الله هنفتحها معاكم. دحين حاوريكم آخر شحنة وصلت، هفتحها معاكم على طول لأن البنات ما هم قادرين يستنوا. طيب شوفوا هذه الشحنة اللي لارا مرة متحمستها. يلا يا لارا بطلة. هذا أكثر شيء لارا متحمست. لارا حلم حياتها ده كده، زي اللي تسوي سلايم وتلخبطوه مع بعض. طبعا إيه مرة يوسخ، بس حيلعبوا فيه في غرفة الألعاب بس. شوفوا مرة حلو، عاملين خصومات مرة حلوة، فقلت أجيب لهم شوية ألعاب كده للإجازة. فشوفوا التالية تعشق حاليا دي الأشياء، حتى لارا سيراميك. كمان طلبت هذا الرمل السحري لتاليا ولارا الاثنين، يعني كله مرة حلو. هذا يعني مرة حلو لعمر سنتين إلى تقريبا، يعني حتى عمر لارا ممكن تلعب فيه، بس هذا العمر سنتين ثلاثة يجنن يجنن. أفتكر لارا كانت مدمنته تلعب فيه طول الوقت. رايحين الشاليه بعد كم يوم إن شاء الله. جبت هذا للارا، لسه طبعا ما تعلمت السباحة، بس إن شاء الله ناويين دي الإجازة. طلبت لها لايف جارد، ما وصل غريب. الجاكيت حق السباحة مرة غريب إنه ما وصل، عادة هم يرسلوا كل حاجة مع بعض. تخيلوا ما شاء الله أمس طلبته أقل من 24 ساعة وصل. مرة يضحك إن لوني بستوعب. كمان طلبت لهم قارورات موية مرة حلوة، أشكالها تجنن، لسه ما وصلت كمان. يا أهلا وسهلا، كيف حالكم؟ إن شاء الله كلكم تكونوا كويسين يا جماعة. يعني بصراحة تراكم شحنات وكل حاجة في الحياة، فقلت يلا خلوني أبدأ أفتح معكم هذه الشحنة. شحنة شيئين، لأنه بصراحة بستعملها، يعني خلاص عدى عليها شهر تقريبا يمكن، وهي لسه موجودة مقفلة. المهم أخذت أشياء مرة بسيطة. شوفوا هذا، شفت كم واحدة أخذته، مرة عجبني. شوفوا يجي فيه له ثلاثة، مرة عجبني إنه يجي أشكال مختلفة. شوفوا كيف شكله، شوفوا مرة حلو. طبعا هما كانوا بيقولوا انه ينفع للمناديل اللي في كيس، عشان تشيلوها من الكيس وتحطوها جوا، او اتوقع ينفع مع كيس كمان. المهم حجمها مرة حلو حلو. شوفوا الكواليتي كيف يجنن، واضح لكم. لانه انا دائما اصلا اجيب المناديل اللي بكيس، ما اجيب الكرتون كتير يعني. فخلاص شكلها هنا يطلع مرة ارتب. فشوفوا هذول الاثنين الالوان الباقية مرة حلو، بس بصراحة ريحته شوية خيشة. يعني ريحة خيش، هو اتوقع انه كانه خيش اصلا. مرة متحمسة خلاص أوزعه كده فوق وتحت، قصدي في المعيشة في المطبخ زي كده، وممكن هشتري تاني لفوق. كمان من الأشياء اللي أخذتها قبل كده الماما، شوفوا هذه الفرشة، تجي كده نحيفة مرة حلوة للشبابيك، أطراف الشبابيك من تحت، يصير تحك كده التراب وبعدها تكنسه خلاص. تخيلوا نفس اللي في ساكو، حجربه. شوفوا ايش مع الموس، مرة انتبهوا الموس دائما مرة حاد. فشوفوا بسم الله، اشياء خطرة كتير. شوفوا في موس للفرن، يعني شوفوا انا بصراحة بستعمل دائما سلك النحاس، ودائما اقول لكم بس انه شفت هذا في شيء ان سعره مرة حلو، قلت حاطين للعاملة تنظف به الافران. كمان اخذت حق الرز، فاكرين حق الرز حقي القديم الشفاف؟ أخذت كده أبيض، أنا الشفاف كان مرة عاجبني بس مرة خفيف البلاستيك حقه. المهم أخذت هذا، وبصراحة أخذت ده الحجم مرة حلو، مرة مناسب لعائلتنا، أصغر مقاس. كمان طبعا ما أستغني عن أوراق المايكروويف، تلاقوها موجودة في أبو خمسة، دائما أشوفها في أبو خمسة، في اللولو هايبر ماركت، في التميمي، صارت موجودة في كل مكان. شوفوا كمان أخذت هذا الشموع زي حقت ماما، بس كده حبيت اخذ لون ابيض. بصراحه نفسي اصور سفره كده للعيد زي السنه اللي فاتت، ما اعرف يعني تعرفوا كده الشعور،
ما أعرف يعني أحس نفسيتي تحتاج تحسين بصراحة بعد العزاء، وبس الله يرحم جداتنا إن شاء الله يا رب. هذه من الأشياء اللي مرة من زمان أباها، شوفوا تجنن تجنن قد إيش كتكوتة. أخذتها للبهارات، شفتوا أنتي الدرج البهارات حقي اللي عندي كده، حسيتها تطلع مرة كتكوتة، والعلبة أصلاً قد كده صغيرها صغيرة فمرة مناسبة. خلاص بعدين إن شاء الله رح أحطها في البهارات معاكم، بس طبعاً لازم تتغسل الأول. هنا أخذت شمعدانات، تخيلوا في الشمعدان اللي صورته في سفرة العيد بيت أهلي كده شكله كان شوية طويل مرة يجنن. تخيلوا ماما أخذته من أبو خمسة ولقيت زيه في شيء بـ20 ريال، حتى في بائعين تانيين كانوا بيعوه بـ30 ريال، حتى كانت مصرة إنها تعطيني هو، بس أنا قلت لا لا خلاص بعدين إذا رحت أبو خمسة اشتري لي، إذا ما رحت مو لازم. بس شوفوا اشتريت هذا، حسيته مرة كتكوت، كرني باللي عند ماما، مرة حلو. يجي كده 3 أشكال وفي منه ألوان، يعني في لون بينكي في أخضر، بس نفس الشيء حبيت أخذ كده حاجة شفافة حسيتها حلوة مع يعني كتير أشياء. وطبعا بما أنه يعني عيد حج، شوفوا شفت حبيته، شوفوا شوفوا الكياتة قد إيش يفتح النفس. تخيلوا كنت حاطة في السلة كمان واحد تاني يجي شوية أصغر ولونه رمادي، كنت حبتهم الاثنين مع بعض كده يكونوا جنب بعض مثلا في تنسيق طاولة في وصفاتي حقت العيد زي كده لو عملت وصفات. بس يعني بصراحة أنا كنت حاطة خطط الحمد لله كلها تكنسلت، نشوف يا ما تكنسلت تحت الدراسة حسب الحالة النفسية. شوفوا يا جماعة مرة كتكوت حبيته حبيته حبيته، فكرني باللي عندي حق الشتاء اللي اشتريته من البحرين قبل كم سنة. آخر حاجة أنا أصلا يعني طلبت الطلبية دي عشان دول الاثنين أكتر شيء، فهذا شوفوا على شكل خروف حق الكوكي، مرة يا جماعة متحمسة أجربه، عشان كده فكيت يعني قلت خليني أصور لكم الشحنة عشان أبدا أشوف اليوم هعمل العجينة، وممكن بكرة إن شاء الله راح أشكلها وأخبزها. بكرة عندي شاليه، الشاليه حاجزينه مع قريبات عبد الرحمن، فمرة متحمسة إن شاء الله إني أروح، وبصراحة أبداً ما حبيت إني أكنسل، يعني خلاص العزا خلص وعدى أسبوع، المهم فمرة متحمسة بصراحة، مخططين يعني لدي الخارج من فترة مرة طويلة، وقلت تغيير جو، الواحد يحتاج تغيير جو بصراحة بالذات بعد العزا، فحشوف وجيه جديدة وزي كذا، فمرة متحمسة، وبس والله. هذه مشترياتي البسيطة جداً جداً جداً. طيب يا جماعة هنا دحين بعمل معكم الأنبوكسينج. الأشياء الباقية طبعا من كترها كان في بوكسين بس خلاص صورتهم إعلانات، كانت للتلبين النبوية وإعلان تاني لزيت الزيتون، الحمد لله خلصت. فهنا في الأشياء التانية، شوفوا هذا أنا أكثر شحنة مرة متحمسة لها، وهنا برضو في من الجلابيات، فاكرين الجلابيات الرمضانية قد إيش كلكم كنتوا تسألوني عنها، أرسلوا لي جلابية، والله بصراحة أرسلوا لي جلابيتين، واحدة في جدة واحدة هنا بس اللي في جدة ما لحقت أصورها وأرسلوا لي واحدة تانية هنا. المهم تشوفوا الجمال والأناقة، هذا Luxury Garments، قلت لكم هذا اللي موجودين في القرية العالمية في دبي، كل بضاعتهم هندية جنن، فأرسلوا لي زي ما قلت لكم جلبيتين، أنا طبعا حافظة جلبياتهم فأنا عارفة هذه الجلبية كيف شكلها. المهم أرسلوا لي طبعا على ذوقهم، وفي برضو اللي في جدة مرة حلوة مفصفصة، عندهم انستغرام عندهم سناب شات موقع وواتساب، بس انتوا اكتبوا Luxury Garments حيطلع لكم، مرة مرة رائعين. ما اعرف دحين انا بأصور وصفة لعيد الاضحى، ماني عارفة البس الجلابية ولا لا، يعني حسيتها حاجة حلوة البسها، مرة حلوة جلابياتهم. يجي لكم زي كده شايفين كأنه وردة، هذه الجلابية حقتهم مرة اشتهرت يعني معروفة أكتر حاجة. طبعاً في اللبس مرة أحلى تجنن، برضو من تحت نفس الحركة كذا كأنه وردة، هما يفتحوا بعض الأحيان في قطر في جدة في الدمام الظهران عفواً، فتحوا في القبة في الظهران صورت لكم في شعبان، مرة حلو، فكل فترة كذا يفتحوا فترة معينة ويكفلوا. نيجي دحين للجمال ده اللي ما شاء الله تغليف فهبضمه وضمه، رائع رائع رائع. شو
اشوف اللوحتين، مره متحمسه بحطها ان شاء الله في الصالون. شوفوا حاليا عندي كم لوحه، عندي كمان حقت اسطنبول سويتها نسيت اوريكم هي. المهم فخلاص حق اسطنبول جاهزه كمان، وعندي دول الاثنين مره ما شاء الله حلوين. شوفوا جمال اللوحه قد ايش رائعه. اكثر حاجه حلوه في لوحاتها انها كلها كده يعني ايات قرانيه، مره حاجه حلوه يعني انكم تحطوا في بيوتكم اشياء زي كده. شوفوا يا جماعه شوفوا الجمال، آية الكرسي يعني ما توقع في احلى من كده. رائعه. ماني قادرة اتخطى الجمال، ايش رايكم؟ رائعة، هدية، واحدة سكنت بيت جديد وسعرها ترى مرة حلو. شوفوا كيف مطرز على قماشة، ما شاء الله يفتح النفس يا الله، متحمسة ماني عارفة فين احطه. رائع ما شاء الله مرة حلو وبس والله. طيب يا جماعة عندي اخر ثلاثة شحنات، يلا خلينا نشوف من فيرست كراي ايش اخذت. بصراحة دي من الضروريات يعني بالذات في الصيف، الاطفال مرة يعطشوا بسرعة وانا مره ناويه اشتري لنفسي كمان من كتر ما في خيارات، في اشياء مره حلوه. شوفوا ترارارا تاليا لارا. حق المويه حلو. فشوفوا يا جماعه مره عجبني البراند كده وحسيته حلو، سعره مرة حلو واشكاله مرة حلوة في كل الاشكال. سو كيوت صح لارا، عجبك؟ ايوه. يلا حطيه في المغسلة شاطر عشان نغسله. نشوف ايش وصل من انجلش هوم، من زمان لدرجة نسيت اصلا ايش وصل. تشتوتي ماما. لا هذا حق ماما. تشتوتي ماما. انا فكه. حاجة حلوة. حاجة حلوة؟ ايه. شوفوا الجمال. وصلت كاساتي. مرة حلو للعصير، بصراحة أحس عندي نقص أشياء للعصير. جوش. إيوة حق الجوش حلو لارا، حلو تاليا. إيوة. مرة يجنن، كمان أحسه مرة حلو للوردة بسرعة، كأنه تعتبروه فازة. عادي هذا مرحبان الصغير، بس مرة حلو. طلبت كمان هذه الكاسات تجي ثلاثة ثلاثة. شوفوا شوفوا الجمال. من إنجلش هوم. واو. شوفوا في الأسود كده خلفية، شوفوا كيف تجنن، من هنا ذهبي وهنا مورد. حلوة تاليا؟ حتى انتي تورينا حقك برنسس، أشوفها برنسس. سو كيوت مرة حلوة. تعالي خلاص بقى نغسله. فالحمد لله خلاص فكيت كل الشحنات. لازم طبعا أوريكم خلف الكواليس، كله كراتين يا جماعة وبس والله. شوفوا الكياتا، نرجع نحطه. يا اهلا وسهلا، طبعا واضح من هذا الكتكوت اللي هنا. انا ايش بعمل؟ بعمل كده وصفه لعيد الاضحى ان شاء الله زي السنه اللي فاتت. فاكرين البسكوت اللي عملته قد ايش كان يجنن؟ وتعرفوا ما شاء الله شفت تطبيقات مره كثيره عليه، صح انهم ما عملوا لي منشن ولا قالوا انهم اخذوا الانسبريشن مني، بس anyways المهم فهذه المره حعمل برضه سابلي، بس الشكل النهائي ان شاء الله حيكون مره حلو، مره متحمسه. طريقته مره سهله، شوفوا هنا اصبعين زبده نفس اللي عملته زمان. هنا عندي برضو السكر البودره، وعندي كمان الدقيق اللوز اللي هو اللوز المطحون، تشتروه جاهز من السوبر ماركت زي كذا، تقريبا 75 جرام 75 جرام، وبيضه ودقيق. الدقيق 300 جرام، كوبين ونص، كلها مكتوبه في صندوق الوصف تحت الفيديو. حلخبطها كلها مع بعض واعجنها وادخلها الثلاجة، بكرة ان شاء الله راح افردها، ما اتوقع اليوم، اليوم بصراحة صورت اشياء مرة كتير،
وبس والله. طيب يا جماعة شوفوا خلاص العجينة جاهزة، حتحسوها يعني لينة بس في نفس الوقت ما تلصق في يدكم لما تمسكوها كذا. حطيتها في نايلون، دخلوها الثلاجة بالقليل 6 ساعات، 12 ساعة، يوم كامل. أنا إن شاء الله بكرة حسويها، اليوم خلاص يعني ما فيها، فخلاص شوفوا جاهزة على الثلاجة ويلا باي. أهلا وسهلا يا جماعة من ثاني يوم، جهزت القوالب هذه اللي راح اقطع بيها مره كتكوتة. شوفوا فينو بدات اكل، شوفوا مره حلو. وهنا طبعا جهزت ورق الزبده، وهنا البنات قاعدين ياكلوا من العجينه. وفيها بيض ما ينفع ناكل لا، وخلاص يلا دحين افردها واشكلها. طيب يا جماعة شوفوا الموضوع يعني مو بس أكبر من اللي تصورته. دائما أقعد أتحلطم لكم بخصوص لما أعمل كده دي الأشياء، سابلي أي حاجة، لأنه من جد مرة صعب. زي السنة اللي فاتت، السنة اللي فاتت كان أصعب بصراحة لأنه تشكيل حبة حبة، بس هذا مرة يعني أسهل منه، بس في نفس الوقت شايفين كيف تحسوا بيتقطع معايا. تاني حاجة بيعلق هنا وبيعلق هنا، فلازم كل شوية أغمسه في الدقيق. ثالث حاجة هذا مثلا سمكه خلاه مرة نحيف العجينة بس تتقطع علي، رحت سمكته زيادة. عندي هذه الخشبتين كده زي بعض، حطيتها في الأطراف وفردتها عليها. بس قدي ايش كتكوت، قدي ايش يجنن. وطبعا هذه ربع العجينة بس، انتم مستوعبين لسه قدي ايش ورايا شغل. غير انه الجو مرة حار، يعني ترى انا مشغل المكيف، مستحيل اقدر اشتغل من غير مكيف، حتلاقوني اصبصب عرق الين رجلي. بس لا، مشغل المكيف وبرضه حر يا جماعة. خلاص هذا لسه ما دخل الصيف، كلمتي الابدية. في الشتاء التعامل مع العجينة يكون مرة احسن، الجو بشكل عام يكون كده في البيت يعني بارد. المهم فبس تحسوا بيلصق وزي كده، بس ان شاء الله انه يزبط يا رب. مرة متحمسة ويلا هكمل الباقي وارجع لكم باي. طيب يا جماعة شوفوا خلاص الحمد لله خلصت اول صينية. حسيت انه لازم اغمسه، بالذات هنا لازم اغمسه كويس في الدقيق عشان يقطع لي بسرعة. وطبعا يعني هو بصراحة ممكن انكم تفردوه تدخلوا الثلاجة يرتاح بعدين، يعني هو مفروض بعدين تشكلوا، احس كمان حيكون مرة حلو. بس انه بصراحة ما فيه افرد وادخل الثلاجة، فخلاص قاعد حطيت كمية دقيق وقاعد اسوي. وشوفوا هنا الكياتة مرة ما شاء الله حلو، ان شاء الله بس انه يطلع مزبوط ولذيذ وكل حاجة. شوفوا الاشكال مرة حاجة حلوة، يعني حتى لو تاكلوه كده كوكيز او تعملوا بالشوكلت كمان. انا بصراحة فكرت اعمل فانيلا بس واحشيه بالشوكلت واحشيه بالمربى. نشوف هحشي ولا لا، هشوف دحين هخبزه وهشوف كيف حيطلع. يا بابا تبي حتي هنا طيب يا جماعة شوفوا الشكل النهائي كيف. حطيت له شوكليت من جوا، تعرفوا المشكله الشوكليت اللي اشتريته اخر مره ووريتكم، هو قلت لكم راح اجربه اشوف كيف طعمه، بصراحه مره سيء. تخيلوا دوني دقت البيتي فور، تحسوا طعمه من ذا الشوكليت الصناعي، الطعم الصناعي الرخيص واضح. فلا بصراحه لا يعتمد. الى الان عجبني حق باندا، حق باندا مره لذيذ، بس شوف كيف شكله يجنن كده. حطيتهم حتى حلوين الاثنين على بعض، يعني ما هم مره سميكين زي اللي يعني خفت انه يكون. بس حطيت له شوكليت، الباقي ممكن احط له فراوله. بس خلاص تعبت، بروح ارتاح شويتين، والبنات كانوا في المسبح برا بطلع فوق روشهم. مره محتاره احط له سكر بودر على الوجه ولا لا. فشوفوا لو حطيت سكر بودر حيكون كده بس رشه خفيفه، بس راح هرش الا عجبني كده وانا بصور لكم. هو مره عجبني بس، يلا باي.